ماذا يعني وجود الدم في البول؟ لا يعتبر وجود الدم في البول أو ما يعرف طبيا البول الدموي إنذارا خطيرا، لكنه قد يكون مؤشرا لحالة مرضية جدية لا يجوز تجاهلها، ويجب تقييم جميع حالات البول الدموي من قبل الطبيب الذي يوصي بدوره بإجراء فحوصات طبية لازمة للتحري عن السبب في حال وجوده. بما أن البول الدموي عرض مرافق لأمراض معينة وليست حالة مرضية بحد ذاتها، يكون العلاج للسبب المؤدي لها، وفي العديد من الحالات لا يكون العلاج ضروريا. من أين قد يكون مصدر الدم في البول؟ قد يكون من الكلى حيث تصنيع البول، أو من إحدى أجزاء القناة البولية مثل الحالبين وهو الأنبوب الواصل بين الكلية والمثانة، وقد يكون أيضا من المثانة نفسها حيث يتجمع البول. وقد يكون أيضا من الإحليل، الإحليل هو الأنبوب الممتد من المثانة إلى خارج الجسم. الأعراض التي يمكن أن تترافق مع البول الدموي: في حال وجود الدم في البول يتبدل لونه بشكل واضح من اللون الطبيعي الأصفر الشاحب إلى لون وردي أو أحمر أو بني محمر أو يأخذ لون الشاي، وهذا ما يسميه الأطباء البول الدموي الظاهر. في بعض الأحيان لا يكون الدم في البول ظاهرا للعين المجردة، ويمكن الكشف عن وجود كريات دم حمراء فقط عبر التحاليل المخبرية، وهذا ما يطلق عليه الأطباء البول الدموي المجهري، وعادة تكشف فقط عند إجراء فحص لعينة البول بواسطة ديبستيكس وتأكيد النتائج من خلال الفحص المجهري. قد يحدث البول الدموي دون أعراض مرافقة أخرى، ولكن هناك بعض الأسباب المرضية الكامنة وراءه والتي قد تترافق مع أعراض إضافية تتراوح شدتها من المعتدلة إلى الشديدة، وتتضمن التهابات المثانة، وتسبب عند البالغين حرقة أو ألم عند التبول، وعند الرضع تسبب تهيجا وخللا في التغذية، أما عند الأطفال فتظهر بألم وحرقة عند التبول والشعور بالإلحاح للتبول وألم في أسفل البطن. التهابات الكلى: تتضمن الأعراض حمى وقشعريرة وألما في أسفل الظهر. حصى الكلى: تترافق مع ألم بطني حاد أو ألم في الحوض. تشمل الأعراض ضعفا وارتفاعا في ضغط الدم وتورما بالجسم وانتفاخا حول العينين. ما هي أسباب البول الدموي؟ من أسبابه هي الالتهابات المثانة أو الكلى، وكذلك حصى المثانة أو الكلى. عدد من الأمراض الكلوية مثل التهاب الكبيبات الكلوية وتضخم البروستات. أمراض وراثية مثل فقر الدم المنجلي ومرض الكلى الكيسي. بعض الأدوية مثل الأسبرين والبنسلين والهيبارين والسيكوفوسفاميد وفينوزوبريدين. أورام المثانة أو الكلى أو البروستات. إصابات الكلية الناتجة عن الحوادث أو الألعاب الرياضية، الأنشطة أو التمارين العنيفة. في بعض الأحيان ما قد يبدو دما في البول يكون في الحقيقة عبارة عن أصبغة من مصادر خارجية كالأصبغة الغذائية، بعض الأدوية، وكمية زائدة من الشمندر، والذي يعرف عندنا في الجزائر بالبطراف. تكون البداية في تقييم الدم البولي عبر تقصي الطبيب عن التاريخ الطبي والأسباب المحتملة لظهور الدم في البول لدى المريض، ثم إجراء فحص تحليلي للبول بأخذ عينة بول وتحليلها، ويشمل فحص البول علم الخلايا باستخدام المجهر للتحري عن وجود خلايا شاذة في البول. وقد تطلب اختبارات الدم أيضا، وفي حال احتوائه على مستويات عالية من الفضلات التي يفترض أن تزيلها الكلى، فقد تكون علامة أو إشارة على وجود أمراض في الكلى. بالإضافة إلى تحاليل الدم والبول، قد يوصى بتحاليل إضافية. التصوير الطبقي المحوري: تستعمل أشعة سينية خاصة تعمل على كشف وجود حصى في الكلى أو المثانة أو أورام أو تشوهات في الكلى والمثانة والحالبين. الموجات فوق الصوتية للكلى: تستخدم الموجات فوق الصوتية لخلق صورة لبنية الكلية، وكذلك التصوير الحوضي: تستخدم أشعة سينية للمسالك البولية تحتاج وجود صباغ وهو مادة ملونة. منظار المثانة: يتضمن هذا الاختبار إدخال أنبوب صغير مع كاميرا إلى المثانة عبر الإحليل، وقد يتطلب أخذ خزع للتحقيق من وجود خلايا شاذة أو سرطانية. وأخيرا الخزع:
حيث يتم إزالة عينة صغيرة من نسيج الكلى وتفحص تحت المجهر للتحري عن وجود علامات لأمراض كلوية. علاج البول الدموي. عادة لا يكون هناك حاجة للعلاج إلا في حال وجود سبب مرضي هام كامن وراء حدوث البول الدموي. في حال استمرار ظهور الدم في البول تجرى فحوصات إضافية، وفي حال عدم وجود سبب جدي من خلال الفحص المبدئي ينصح بإجراء تحاليل بول ودم كل 3 إلى 6 أشهر للمراقبة، خاصة في حال وجود عامل خطورة لحدوث سرطان المثانة مثل العمر 50 سنة وما فوق، التدخين، التعرض لبعض المواد الكيميائية الصناعية.